يعني صبح الفرج الحسين سقط علي صاروخ من الجبل تقطع ولادي وراح بيتي ولا معينات ولا أصخاب واحد مات وهاي الحال والحمد لله رب العالمين والبنيات يقطع اللي بنت عايشين الحمد لله والوزل ما عطلعنا العمل يعني ما بي أمنيتي بالحياة إني أركب أطراف وأمشي عليهن وأعاون هلي بالمصروف خواتي يشتغلن وجيبن أشل وكل شيء جيبن إياه أشل وكل شيء شنو يشتغلن؟ باللبن اقطع اللبن كنا كل أسبوع يبيع أنشقة ويجيبن أقراض Thank you.